اليوم عم نطلع عليكم مثل ما حكينا ببداية رحلتنا الصباحية بحلقة خاصة واستثنائية من قرية المراح لنحكي عن مهرجان قطاف الوردة الشامية، وخصوصا مثل ما بنعرف بعام 2019 كانت على القائمة التمثيلية من التراث الإنساني في اليونسكو. لنحكي عن أهداف المهرجان، كيف بيتم فعليا صون الوردة الشامية اليوم، وكثير من الخطوات عم تقوم فيها الأمانة السورية للتنمية مع الأستاذة ريما الإبراهيم من برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور وصباحكم معطر بريحة الوردة الشامية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ ريم. يعني سنويا هذا المهرجان اللي بيكون موجود عادة بين شهر أيار وشهر نيسان، نتحدث اليوم عن مكون ثقافي وجزء من التراث المادي واللامادي السوري اللي قامت وعملت بشكل كبير على إحيائه وصونه الأمانة السورية للتنمية عبر مشاريع وبرامجها. خلينا نبدأ ونحكي عن مشروع اللي نحن هلا موجودين فيه، الوردة الشامية، خطوات سبقت طويلة وصولا إلى اليوم. هلا طبعا بدي أقول أهلا وسهلا بكل الموجودين اليوم والمشاركين، وأنتوا أحد أهم الشركاء دائما معنا بتغطية هذا المهرجان. مهرجان الوردة مثل ما تفضلتوا قبل شوي هو مهرجان سنوي، نحن بنحتفل فيه بوردتنا لما بتفتح، بنحتفل بطقوسها، كيفية القطاف، كيفية تجمع الأهالي مع بعض، وكيف بيقدروا يعملوا تنمية اقتصادية لأنفسهم من خلال المنتجات اللي بيطلعوها من الوردة الشامية. وطبعا نعرف نحن في مجموعة من المنتجات التقليدية، وأيضا هلأ عم نفوت بخضم منتجات جديدة إلى علاقة بالنواحي الطبية والتجميلية وما إلى ذلك. مشروع الوردة الشامية وكون الأمانة من أهم ركائزها صون الهوية التراثية الثقافية السورية، صحيح. كانت الوردة الشامية هي محط أنظار واهتمام بالنسبة للأمانة بسبب مجموعة من المعايير يلي بتتعلق بانتمائها لسوريا، بقديش المجتمع ممارس لإلها، قدي في إلها فوائد وقيم اجتماعية واقتصادية متعددة. فكان العمل من 2016 مع المجتمع المحلي بقرية المراح على تحضير الملف يلي أدرج بال 2019. بعد 2019 صار في عنا خطة وطنية تلزم بها الجمهورية العربية السورية مع مجموعة الشركاء المعنيين بالوردة الشامية ليتم رفع الوعي بأهمية الوردة، التحدث أكثر عن فوائدها، فتح مجالات للابتكار والإبداع، لأنه مثل نحن ما بنعرف أنه المكون الثقافي دائما بيحمل مجموعة من السمات، يعني هو مكون متنوع، هو مكون غني، هو متناقل، هو إبداعي، هو محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والمهرجان طبعا هو جزء أساسي من ضمن خطتنا يلي عم نشتغل عليها، ليس فقط بالمراح، يعني هلأ اليوم نحن موجودين بالمراح، صحيح. لكن السنة الماضية إذا بنتذكر كنا موجودين بحما بسهل الغاب، صحيح. رجعنا هاي السنة كمان مراح، السنة الجاي رح نشوف وين بدنا نكون بحلب. تماما هلا يعني عم تشتغل شوي سلمى على شوية تفاصيل هي صحيحة 100%، فنحن أكيد رح نكون موجودين. وين رح تكون في وردة؟ رح نكون نحن موجودين، رح يكون في هاي الممارسات، رح يكون في عرض لهي الطقوس وجذب الاهتمام لإلها، لأنه من خلال المهرجان نحن مثل ما شفتوا حضراتكم هلا مجموعة من الوفود والأشخاص المهتمين عم يجوا يشوفوا شو واقع الوردة هون، صحيح. لحتى يكون في عندهم بعد شوي بعض المشاريع يلي من خلالها بيقدروا ينموا المجتمع هون، يحركوا اقتصاديا، وبنفس الوقت يدعموا الوردة والاقتصاد الوطني بالنهاية. حكيتي جملة أستاذ ريم يمكن جدا مهمة، لما نقول الهوية التراث السوري، ونحن مثل ما بنعرف بال 2019 تم على قائمة التمثيلية لليونسكو الوردة الشامية كتراث إنساني، هون بعتقد كان في مسؤولية مضاعفة عندكم، وهي أساسا خطة لنا مستمرة من عام 2016 مكملين فيها، لكن بجهود كتير كبيرة مستمرة فينا نقول لصون تراث الوردة الشامية. خلينا نحكي عن هي الخطة، الاستمرار فيها، ومثل ما قلتي الجميل احنا مو موجودين فقط بقرية المراح، وين بتكون الوردة الشامية رح نكون موجودين، وان شاء الله يا رب الوردة الشامية بتعم هيك بجميع الأراضي السورية، يعني مو منطقة واحدة تكون مشتهرة فيها، نحن عم نشتغل لتكون فعليا هي مثل ما قلنا إنتاج سوري تراثي بامتياز. صحيح،
هلا نحن مثل ما تفضلتي، نحن في عنا خطه وطنيه بعد ما تم الادراج ونتيجه التزامات سوريا وبعد توقيع على اتفاقيه 2003 لصون التراث اللامادي باليونسكو، في مجموعه من الالتزامات يلي تترتب على الجهات الحكوميه بالجمهوريه العربيه السوريه والجهات غير الحكوميه وايضا المجتمع المحلي، يعني اهالي قريه المراح واي مجتمع ثاني ممارس للورده الشاميه هو مسؤول ومعني بتنفيذ خطة صون. صحيح. تقدم بعد 6 سنين من إدراج العنصر، بيتم تقديم تقارير دورية للمنظمة حول شو هو الإنجاز اللي نحن وصلنا له. هلأ بالنسبة للخطة الوطنية، خليني أقول عن مراحل إعداد الخطة الوطنية. هي كانت عبارة عن مجموعة من الاجتماعات ومن الآراء اللي انطرحت من كل المشاركين ومن كل القطاعات، فهي موجود فيها 4 نقاط أساسية ويلي ممكن نحن نطبقها على كل مكان موجودة في الوردة الشامية. لأن الوردة الشامية هلأ إذا قلنا وردة نيسان فهي وردة شامية، إذا قلنا ورد بلدي فهو أيضا الوردة الشامية. صحيح. فكل هدول التسميات على اختلاف مناطقنا هي بتنبع أو بتدل على الوردة الشامية. فالنقاط الأربعة يلي حددناها بالخطة الوطنية لصون الوردة، يلي هي أول شيء إجراء مسح تقييمي. نحن كتير بهمنا بعملنا بالأمانة السورية أنه يكون معتمد على مجموعة من المعايير، فلما بدي استهدف أي منطقة لازم يكون في عندي مجموعة من المؤشرات يلي بتقلي أنا ليش رايحة على هاي المنطقة، شو هو الهدف، شو هي النتائج المتوقعة. فالمسح التقييمي رح يكون لعدد المزارعين، مساحة الأراضي، قديش في عندهم شتلات، شو هي المنتجات يلي بيشتغلوها، وهل يا ترى هذا الشيء رح يتطور أو عم يتناقص أو عم بيزيد. فنحن من خلال هاي المؤشر بنشوف كيف بدنا نتدخل بالمنطقة. الموضوع الثاني واللي هو زيادة المساحات المزروعة، نحن في عنا كثير من المزارعين اللي حابين يشوفوا الوردة أو يكون موجودة معهم بالأراضي، فكمان هذا أحد الأهداف. في عنا شيء له علاقة بالترويج والبحث العلمي، كثير عم نشجع ونكون ايد بايد مع كل الجهات البحثية سواء كانت كليات الصيدلة او كليات الهندسة الزراعية او حتى شركات خارجية لتطوير واقع الوردة الشامية والتعرف اكثر على خواصها. فكل هدول التفاصيل، ايضا التنمية الريفية هي جزء أساسي من أهداف الوردة وخطة صونا لحتى ننمي المجتمع المحلي والمرأة الريفية بشكل أساسي، نعطيهم أفكار إبداعية لتطوير حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. حكيتي أستاذة ريم عن المجتمع المحلي ودعمه بقطاعات مختلفة، بنعرف أنه برامج السورية الأمانة السورية للتنمية ترتبط مو بس بالحدث من الخارج، يعني مثل احتفال أو مهرجان، نحن بندخل بالعمق اللي هو ربط المجتمع بمكوناته التراثية ومدى قدرة أنه نحافظ على هذا المكون ونطوره. فخلينا نحكي، إذا نحن اليوم عم نحكي عن بيئة المراح اللي نحن موجودين فيها، عملتوا من فترة طويلة تقريبا من 2006 كان بداية وجودنا بقرية المراح على دعم المجتمع المحلي وتطويره، ونحكي عن هاي الجانب لو سمحتي. تمام. هلا بسبب الرصد والتقييم المستمر لواقع الوردة الشامية وواقع المجتمع الموجود، إذا خصصنا فقط بالمراح فنحن دائما عم نكون موجودين، يعني مجموعة من الندوات التعريفية بأهمية الوردة الشامية، لأنه أنا كممارس عم مارس شيء تراثي ممكن ما يكون في عندي هذا التطلع للأشياء الإبداعية الجديدة اللي ممكن تدخل، وكيف طور أنا منتجاتي حتى بقالب جديد. فكان حقيقة مثل ما ذكرتي سلمى، مجموعة أقسام الأمانة عملت كلها بالتكامل، لأنه نحن أمانة واحدة بترتبط كل المشاريع مع بعضها لحتى نحقق هدفنا بأنه نخلق مجتمعات حية وقادرة على أنه تجابه كل ظروف الحياة وتعتز بثقافتها وتراثها. بعد الورش التدريبية كان في عنا مجموعة من الزيارات لمجموعة من الأشخاص، أيضا كان في عنا اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا وسهلا فيك خالد. اهلا بينت. طبعا تتميز أنا. المنطقه انا بالطبيعه والبيئه نور وعدلانه. اهلا وسهلا فيك خالد. نحن على الهواء، نحن على الهواء مباشر هلا، يعني حضرتك على الهواء مباشر، وبما انك فتي وفتي ضمن الكادر صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. حضرتك من اهالي المراح؟ ايه اهلا وسهلا. قد ايه بتستنوا كل سنه هي الوردتنا الشاميه بسفيرتنا صارت باليونسكو؟ بفضل الله وفضل السيده اسماء والسيد زوجها بشار الاسد. اهلا وسهلا فيكي. نحن رح نكون معكم بعد شوي بالخيمه، تفضلي بس لا تخلص الاستاذ ريم على الهواء. تفضلي من هون لا
لا تفضلي اهلا وسهلا. وجودة لطيف دائما معنا خالد ام مديان. شو تجردينا بالبيت وما رح نوصل معك؟ هي العتاب على الهواء. يلا رح ناخذ منك شيء بعد شوي. يعطيك العافيه. تفضلي. كنا عم نحكي عن جهود الكبيرة اللي عم تقوم فيها الأمانة السورية وخطة مستمرة مثل ما قلنا، وذكرتي حضرتك مسح تقييمي، هيدا المسح التقييمي اللي بيتم من خلال الأمانة بده جهد كتير كبير، واليوم بنعرف في ظروف فينا نقول مناخية كمان صعبة على الفلاح، وعم يكون في ظروف يمكن استثنائية لحتى فعليا يقدر هو يحافظ على زرعه، فكيف إذا كانت هي تعنى أساسا بالتراث الإنساني اليوم، شو الأشياء اللي تقدم للفلاح اليوم للدعم؟ خلينا نحكي عنها أكثر، الاستمرار بهيدا الإنتاج. صحيح. هلا قبل ما فوت بالموضوع أنا حابة بس أعلق على مداخلة خالته أم مديان، يعني هذا هو جزء من عمل الأمانة الأساسي، إنه بتكون هي موجودة فعلا. هلا عم تعتب علي ليش ما إجيت لعندهم على البيت. فالقصة هيك بتخلق ما بين عن جد الأشخاص اللي معنيين بالموضوع مع المجتمع المحلي لحتى تخلقي هذا يعني الرابط، يعني هي وحدة الحال. تماماً صحيح. تماماً إنو ومن خلالهم ببعض. تماماً ومن خلالهم نحن عم نقدر نعرف شو عم بيصير بالوردة. فمثلاً خليني أقول السنة الماضية بسبب قلة الأمطار والجفاف اللي صار في عنا آفة حشرية أصابت الوردة. هلأ طبعاً مثل ما بنشوف هون بالحقول حجم الشجيرة شوي صغير والأعداد أقل. هلأ حقيقة ما كان هيك منظر الورد، لكن بسبب الآفة الحشرية وقلة المياه يلي ضربت الوردة صار عنا هذا المنظر. ونحن حقيقة كتير مبسوطين بأنه نعرض، لأنه هي إحدى التحديات يلي بتواجهنا. صحيح. فالسنة الماضية جينا نحن وزارة الزراعة ومنظمة زوا لحتى نشوف الواقع ونشوف شو هي الحلول اللي ممكن تتقدم. فكان في طرح لمجموعة من المشاريع يلي إلها علاقة بتوفير ظروف بيئية أحسن من خلال وضع أحواض إسمنتية لحتى تعبي المي، الري بالتنقيط، توفير صهاريج مي لعمل ريات تكميلية. فمثلا هذا جزء بسيط من العمل، زائد انه مثلا كان معنا اتحاد الفلاحين امنا مبيدات حشريه لحتى قدرنا نعالج ونبيد هي الافه. اكيد يعني نحن قاعدين نور طبعا محاطين بترحيب كثير كبير من اهالي قريه المراح من اول ما وصلنا الصبح. يمكن مهمه صعبه على الاستاذ ريم لانه الكل عم يطلع عليها وكلهم بدهم اياها تشارك معهم. بدنا نقول يعطيهم عافيه لكل شباب الامانه السوريه للتنميه المتواجدين والجمعيات الأهلية اللي موجودة هون من الصبح، يعني خلية نحل بمعنى كلمة خلية نحل، الجو الحلو، ريحة الورد اللي عم نشمها بكل مكان. صح مثل ما قلتي الموسم شوي أخف، بس يمكن عن جد اللي بيمسك وردة واحدة من الوردة الشامية بيروح لعالم تاني. يعني شايفين تحضيرات كتير موجودة. صحيح. وهذا جزء اللي بتحاولوا دائما ينعكس ضمن هذا المهرجان. خلينا نحكي عن البيئة اللي بنحاول نعكسها واللي بترتبط أيضا بأهالي المكان. صحيح. هلأ طبعا الفقرات اللي بعد شوية طبعا حضراتكم والمشاهدين رح يشوفوها هي مجموعة من الأشياء الفلكلورية الشعبية، سواء كان من منطقة المراح أو النبك أو حتى أحياناً نحن بنتعمد على مزج هاي الثقافات. نحن المكون الثقافي السوري غني متنوع، مجموعة من الإثنيات من الطوائف وكل حدا فينا له حكايته الخاصة فيه. فمن خلال هذا المهرجان بنحاول نعرض هاي الحكايات وكيف عم بتشكل هاي اللوحة السورية يلي دائماً بنعتز وبنفتخر فيها، وبنعتز أكثر بوجود إعلام قادر ينقل هاي الصورة الحقيقية ويأرجي سوريا قديش فيها تفاصيل غنية، قديش هي فعلاً تحتوي على عناصر. يعني وردة أوكي بيقولوا أنه وردة، بس الوردة بتفاصيلها بممارساتها بحرفها التراثية بقيمها يلي بتنتمي لإلها بقديش الناس حابينها. يعني هلأ كل حدا من هون لحتى تشوفون رح تشوفوا قديش في له ذكريات مع الوردة وقديش في عنده حكايات أهازيج أغاني. يعني أنا رح أترك هذا الشق للمجتمع اللي موجود هون، هو بيعطيكم تفاصيل أغنى وفيها روح أكثر. عم تابع معك أستاذ ريم وعلى الكاميرا كيف توافد الناس الجميل اليوم من خلال هيدا المهرجان. مثل ما قلتي ذكرتي خلال حديثك نحن عم نحكي عن الوردة الشامية كتراث من الفلكلور السوري، تقديمه من خلال المهرجان هو جزء من التراث السوري، والجميل عم نشوف جميع أطياف المجتمع. يعني اليوم لاحظنا خلال هذا المهرجان
الأطفال بمختلف الأعمار، الشباب من مختلف الأعمار، الكبار، الختايرة، كل المجتمع المحلي للمنطقة مشارك. وهذا الجميل، يعني قديش المهم اليوم نعرف الناس عن التراث السوري. عم نشوف الأم جايبة ابنها الرضيع وماسك وردة عمره 9 شهور، هلأ كنا شايفينه عم تحاول لو هو ما بيفهم تعرفوا على هيدا التراث الإنسان السوري القيم. اليوم يمكن مسؤوليتنا مضاعفة لأنه نحن عشنا خلال 10 سنوات من الحرب، هو أساساً الهدف منا ضرب الفكر والثقافة والتراث السوري. لهون عم نقول نحن أهمية وجودنا اليوم لنغطي هيدا المهرجان ونحكي عنه بكل تفاصيله. في تحضيرات كتير مريتوا فيها، جهد وتعب، والجميل المجتمع المحلي شريك يد بيد معكم. طبعا اكيد، يعني هن دائما في عندهم هذا الحماس انه يلا انت بده يبلش بقى شهر نيسان ايار لنبلش نعمل اتصالات. يعني المجتمع المحلي هون بالقريه، اهالي القريه فعلا كثير نشيطين وكثير عندهم حب للزوار، يعني هن كثير مضيافين. زائد انه نحن عملنا بالسنوات الاخيره على استقطاب اكبر عدد مثل ما تفضلتي حضرتك، الناس اللي جاي يعني حتى عم نحاول تكون المواصلات مؤمنة للجميع. يعني مثلا هاي السنة والسنين الماضية كل حدا حابب يطلع وفي عنده شوية صعوبة، نحن زللنا هاي الصعوبات كرمال بس نكون كلاتنا موجودين هون، يعني نخلق هاي المساحة لحتى نتنفس شوي، نرجع نشوف هاي الوردة وقديش في لها تفاصيل مهمة بحياتنا. أكيد. كمان نحن بلشنا حديثنا أستاذ ريم وقلنا أنه اليوم نحن ما عم نحكي فقط عن الوردة الشامية ضمن قرية المراح، وإن كانت المراح هي البداية، لكن اليوم موجود المشروع تقريبا بثلاث محافظات سورية، باللاذقية، بالنيرب، بحلب، وأيضا بمحافظة بمصياف بريف حما. خلينا نحكي عن تواجدها بكل مكان وأيضا عملكم ضمن هذا، خليني أقول هذا المشروع اللي عم يكبر ويكبر ويتواجد فينا نقول سحل ساحل بحر بأماكن مختلفة. يعني صحيح. هلا نحن قبل ما نبلش بخطواتنا كان في عندنا مرحله تحضيريه، فكان في شويه استقصاء عن تواجد الورده الشاميه بكل المحافظات السوريه لنشوف نحن يعني كخطوه اولى وين لازم نكون. فكان في عندنا اول شيء قريه المراح، وطبعا هو الملف اللي ادرج بمنظمه اليونسكو كان تحت عنوان الممارسات والحرف المرتبطه بالورده الشاميه، بين قوسين قريه المراح كنموذج وليس كخصوصيه. بعدين انتقلنا شفنا انه محافظه حما منطقه سهل الغاب وجب رمله وكثير من المناطق اللي موجوده بحما ايضا حبوا القصه وتعرفوا عليها وصاروا يزرعوا الورده وصارت عندهم شجيرات كبيره. بعد بشوي كمان تعرفنا انه منطقه النيرب بحلب فيها مساحات كثير كبيره من الورده وهي معروفه عند اهل حلب، يعني مربى الورده الشاميه هو من اشهر المربيات اللي ممكن تاكليها بمنطقه حلب، يعني هذا الحديث الشعبي اللي دائما بيتم. هلا بالنسبه لمحافظه اللاذقيه، نحن للاسف يعني بعد بظن من سنتين لما صارت الحرائق بمحافظه اللاذقيه وصار في هذا الدمار الكبير، كان في حل بديل لبعض الزراعات بانه يكون موجوده الورده الشاميه، وحقيقه لقى اقبال كثير كبير من المزارعين الموجودين هناك كونها زراعه جديده. أكيد. مفهوم جديد. حضرتك عم تحكي، بس بدي انوه انه نحن عم نشوف مقتطفات من اللاذقيه وحلب وايضا مصياف. تفضلي، هلا نحن عم نحكي عن اللاذقيه. كثير منيح. فهلا بلشوا باللاذقيه بهذا المشروع، يعني نحن بلكي ان شاء الله بعد سنتين ببلش عندنا موسم الازهار والقطاف باللاذقيه. بمنطقه قلعه المهالبه تم زراعة الوردة الشامية. هلا هذا الشيء لا يلغي ابدا انه في ببقية المحافظات بعض المساحات الصغيرة يلي مش مثل مثلا بنشوف هون مساحات كبيرة، لكن هي قابلة للتطوير، قابلة للاستهداف بالايام اللي جاي لحتى نكون موجودين فيها. زائد انه عم يتم العمل على انشاء مجموعة من التعاونيات الخاصة بالوردة الشامية، وهي اول تعاونيات تكون مختصة بشيء معين. رح يتم من خلال هي التعاونيات تنظيم العمل الفلاحي، وضع حقوق اكثر للفلاحين، مساعدتهم بتحدياتهم، تكون متابعه لهم من خلال اجتماعات، يعني خليني اقول انه تنظيم فلاحي بما يخص الورده. تماما. يعني نوعا ما حطيت ايدك على الوجع شوي، لانه الفلاح اليوم عم يمر بظروف صعبه وقاسيه مناخيه، والتكلفه الماديه اليوم صارت عبء على الفلاح. ونحن بنعرف يعني الفلاح بيعتبر الارض بنته، هي جزء من عيلته، قد ما بتعطي الارض بتعطيكي. هي كمان مسؤوليه كثير كبيره عليكم اليوم لتامين جميع المستلزمات للفلاحين، المشاركه او التشاركيه مع القطاعات الاخرى،
ذكرتي خلال حديثك وزارة الزراعة كانت معكم كثير من المؤسسات والقطاعات التشاركية لفعليا الاستمرار بهي الخطة والمجهود الكبير اللي عم تقوموا فيه، قديش هي جزء مساهم لنجح فعليا مثل ما قلنا خطة صون هيدا التراث اليوم؟ هلا بما انه الامانه مثل ما ذكرنا اول شيء انه احد اهم ركائز، هي مجموعه من الركائز، احد اهم الركائز هو صون الهويه التراثيه الثقافيه السوريه يلي بتشمل مجموعه من النقاط، احياء مقاصد تاريخيه، ابراز التراث عالميا وغيرها من النقاط. فالامانه هون هي لحالها مش عم تشتغل العمل، انما عم تكون هي ميسره وقائده لهذا العمل بما يتوافق مع الخطه الدوليه الموضوعه. هلا اكيد في دائما هو مجموعه من المبادرات من عدد من الجهات، الامانه هون بيكون دوره بتنظيم هاي المبادرات، بوضعها ضمن معايير بما يتوافق مع المعايير الموضوعه بمنظمه اليونسكو، لحتى نحقق نحن الهدف من وجود تراث إنساني سوري على قوائم تراث إنساني عالمي بمجموعة من معايير المنظمة واللي اتفقت عليها مجموعة من الدول. فهون الأمانة دائما عم تعمل على هذا الدور بأن تكون هي الميسر، تكون هي القائد، تكون هي المحرك لحتى تجمع وهي خليني أقول الجهود المبذولة تخليها تدور ضمن حلقة واحدة لحتى تحقق هدف واحد، ما تكون جهود شوي مباشرة وبعيدة عن بعضها. نعم. فهذا بالنسبة لدور الأمانة، زائد دائما نحن موجودين معاكم بالمهرجانات، موجودين معاكم شوي شوي بتسجيل عناصر أخرى على قوائم التراث الإنساني، كمان شوي شوي عم نكون بتحديث قائمتنا الوطنية اللي بتضم عناصر من التراث، إشراك مجتمع محلي وغيرها من الفعاليات.